بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون.